النقطة ما كنت البارح، عملت اجتماع مع لاعبة بعد الغداء وحفزتهم وعطيت لهم في الماتش 10 مليون 100 ميل درهم ال 23 جوغ كلهم، وفي العشية كامل أنا معاهم وخرج. أنا جماهير تطوان عطي لي مسؤولية، أنا معاهم وأنا أبقى معاهم حتى الآخر إن شاء الله. بالنسبة لهذا التتويج، هو تتويج لي أنا لعائلة أبرون، تتويج المكتب المسير، تتويج الجماهير اللي اليوم الأربع. ولكن أنا كنقول لكم داكشي اللي شفت الصباح وداكشي والله العظيم لا لحمي مشوكه، ما قدرت لا ناكل لا نفطر لا نتغدى لا والو. انا جاتني البكيه في اخبارك. وحنا انت قسما بالله في الشارع في اكدال كنشوف جمهور تطواني وفرحانين ديك الابتسامه وداك العنفوان، فعلا انت جبت بوريس. ماشي كتجبت بوريس، انا دابا نزيد معي 5 دقائق نبكي. علاش؟ حيت حنا هذه 4 سنين اشد المتفائلين في الشمال ولا في المغرب. تسولو تقول له واش تطوان يقدر ياخذ البطوله؟ يقول لك مستحيل.